أعزائي صباحكم سعيد، متواصلين بفقرات برنامج يوم جديد وللحديث عن التميز، وحلقتنا اليوم كلها بتحكي عن التميز والريادة. للحديث عن التميز في الأداء الحكومي، ويعني موضوع جدا مهم تنبه له سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سنة 2002 بإنشاء جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للأداء التميز في الأداء الحكومي. يعني قديه مهم، قديه لها انعكاس على الاستثمارات، قديش لها انعكاس على الأداء الحكومي وعلى تقدم الدول. للحديث عن التميز في الأداء الحكومي، أهميته وانعكاسه على أداء الدول، معنا اليوم بهالصباح الخبير في التنمية البشرية الدكتور معن القطمين. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، يا هلا. يعني لما بنقول دكتور التميز في الأداء الحكومي، بداية نعرف ما هو التميز في الأداء الحكومي. أولا صباح الخير دامة، صباح الخير لكل اللي بيشاهدونا. صباحك سعيد. صباحك سعيد. التميز بشكل عام، التميز هو أنك تكون متفوق وأنك تكون مختلف. في الأداء الحكومي ضروري جدا أن يكون في تميز. التميز في الأداء الحكومي هو تقديم الخدمة وتقديم عمليات اللي بتقوم فيها المؤسسة الحكومية بشكل يرضي المتعامل، لأنه في نهاية الأمر إحنا بنقدم خدمة كمؤسسات حكومية، كجهات حكومية، بنقدم خدمة للمواطن أو المتعامل. إذا ما قدمنا له هاي الخدمة بسعر جيد، بوقت قياسي، بطريقة محترمة ولبقة ولائقة تليق فيه وتليق فينا، ما بيكون تميز. فإذا إحنا بنستطيع في المحصلة إن نحكم على التميز من خلال نتيجته. النتيجة، هل قدمنا هاي الخدمة ورضي عنها المتعامل ولا ما رضي عنها المتعامل؟ إذا ما رضي عنها المتعامل، معناته إحنا مش متميزين. نعم، لما بنقول التميز في الأداء الحكومي، يعني احنا من 2002 كان هو أنشئت جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز في الأداء الحكومي، وهي الجائزة في كل عام تقدم إلى المؤسسات، إلى الوزارات اللي بتقدم أو اللي بتكون تقدمت للجائزة ويكون يعني عندها بعض التميز. شو هو التميز أو شو معايير التميز لحتى تقدر الوزارة أو المؤسسة تكون هي تستحق مثلا أنها تنال جائزة أو أنها تكون بتقدم شيء ينعكس على الاقتصاد الأردني أو على أدائها في الاقتصاد الأردني؟ حلو، بنقدر أن يعني في نموذج للتميز. إحنا في الأردن جائزة الملك عبد الله الثاني مبنية على نموذج الأوروبي للتميز. النموذج الأوروبي للتميز ببساطة، علشان الصبح ما نعقدش الحياة، في عندي نتائج وفي عندي ممكنات. يعني النموذج في له نتائج وفي له ممكنات بتقود إلى هاي النتائج. في نهاية المطاف لما نيجي نحكم على عمل مؤسسة حكومية، بنطلع على أربع نتائج. الأولى نتائج المتعاملين، هل هم محصلة، هل هم راضين ولا لا؟ بنطلع على نتائج القوى العاملة، الموظفين، هل هم راضين ولا لا؟ هل بنستثمر فيهم ولا لا؟ بنطلع على نتائج المجتمع، هل المجتمع راضي عنا ولا مش راضي عنا؟ النتيجة الرابعة والأهم هي النتائج الرئيسية. يعني مثال الأمن العام، نتائجه الرئيسية شو مفروض تكون؟ مفروض تكون الأمن والأمان. نعم. فبنيجي مثلا بنقول أنه من أهداف الأمن العام أنه تخفيض الجريمة، والحمد لله إحنا الأمن العام أنه متميز جدا، من المؤسسات المتميزة. نعم. تخفيض الجريمة مثلا، بنشوف هل أدى عمله إلى تخفيض الجريمة. فهذول الأربع نتائج اللي هم المتعاملين، الموظفين، والمجتمع، والنتائج العمل الرئيسية، هذول النتائج. هلا في عندي ممكنات، هذول كلهم معايير تقييم. يعني لما جائزة الملك عبد الله يقيموا، بيقيموا على هذا النموذج. فإحنا قيمنا أربع نتائج وخمس ممكنات. اللي بمكننا نحقق هاي النتائج هم خمس أشياء. أهم شغلة فيهم والأولى هي القيادة. القيادة متميزة، القيادة مرنة، القيادة شفافة، عندها إلهام، عندها رؤية، عندها نزاهة. هذا رقم واحد. اثنين، الموظفين. بنقيم الموظفين، هل الموظفين نستفيد منهم؟ هل إحنا بنطور فيهم؟ هذا نمبر اثنين. ثلاثة، الاستراتيجية. هل في عندنا استراتيجية جيدة؟ هل إحنا بنخطط استراتيجيا، بننظر للمستقبل؟ هاي ثلاث شغلات. أربعة، الموارد. ما في مؤسسة بتستطيع أنها تحقق أي شيء من خلال الموارد، إلا من خلال الموارد، مثلا موارد مالية، موارد الاي تي وغيره، والشراكات، هل إحنا بنعقد شراكات ولا لا؟ في المحصلة القيادة والموظفين والموارد والشراكات، بدون ينتج عنها عمليات، وبدون ينتج عنها خدمات ومنتجات. هذول الخمس ممكنات بيؤدوا إلى نتائج. كل هذا لازم يتم ضمن إبداع وتعلم وشفافية. فإذا أنا الآن جائزة الملك عبد الله في نهاية السنة، لما أجي أقيم أداء مؤسسة حكومية، خذي مثلا وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة التخطيط واللي هي فازت حديثا، نعم، بنطلع على النموذج هذا، بنطلع على التسع معايير، وبنعطي كل واحد
قيمة، يعني من 100% بنقول مثلا في القيادة في تطوير، في رؤية، في نزاهة، بنعطيهم مثلا هي لها 10% أو 15%، بنعطيها نسبة، بنجمع النسب بيطلع معانا من الأول والثاني والثالث. نعم، يعني هاي المعايير وهاي الممكنات بالآخر بدها تطلع بانعكاس على الاقتصاد وانعكاس على أداء الدولة وعلى تقدم الدولة. شو الانعكاس أو هي لمين بتفيد؟ يعني لما نقول إحنا أصبحنا تميز بالأداء الحكومي، نعم، شو ممكن يكون انعكاسه على الدولة مثلا؟ بنعكس مباشرة على الموظف، بنعكس مباشرة على المتعامل. يعني أعطيك مثال بسيط صار معي أنا هاليومين من مؤسسة مش متميزة ومش راح نحكي مين هي. رحت على معاملة حكومية، سألت البنت اللي موجودة في معي أوراق، قدمتها فطلعت فيها هي، قالت طيب أنا بدي نسخة أصلية عن سجل تجاري. ما في نسخة أصلية، في صورة. فطلعت هيك شوية وصفنت، بعدين قالت ماشي، مشتها، مشت شوي في المعاملة، شعرت إنه ناقصها معلومة، نادت واحد ثاني إجا بدخن واقف صوته عالي، ما فيش خصوصية ولا سرية للموضوع اللي احنا بنحكي فيه. إجا قال لا احنا لابد يجيبوا لنا 1 2 3 4. طبعا هذول الأشياء لو بدي أجيبهم معناته راح تتأخر المعاملة حوالي أسبوع، ورجع على مكانه ما في حل. فقالت دقيقة، راحت سألت واحد تاني، رجعت قالت ما في مشكلة بالمشي. طب شو هالكلام هذا؟ وين هذا بأثر على المراجع؟ يعني أنا لو جاي من محافظة أخرى مثلا معناته أنا ضيعت وقتي وجهدي، وهذا بأثر على التنافسية، وكان ممكن هي تمشي المعاملة. وبالتالي عدم معرفة الموظف بإجراءات العمل، عدم معرفة الموظف بالبرودكت اللي هو قاعد بيشتغل عليها، هذا جزء من عدم التميز. فإذا مين بفيد؟ بفيد المواطن بالدرجة الأولى. يعني أول برايورتي أو أول أولوية إلنا الآن على حسب توجيهات مثلا جلالة الملك اليوم بتكلم عن المواطن، كل توجهاتنا إن نقدم خدمة متميزة للمواطن. المواطن اللي هو الطالب في وزارة التربية والتعليم، المواطن اللي هو المريض في وزارة الصحة، المواطن هو المراجع اللي بيروح بيراجع، المواطن هو اللي بتفرج على التلفزيون الأردني، كل هذا لازم نقدم له خدماتنا بتميز. هذا رقم واحد. رقم اثنين بتفيدنا بالتنافسية. اليوم احنا في الأردن بنحاول ان نستقطب استثمارات، بنحاول نحافظ على الاستثمارات الموجودة. المستثمر شو بده؟ بده تميز. اذا المستثمر اذا كان مكاني امبارح هذا المستثمر يمكن ما يكمل في الإجراءات، يمكن نعطل إجراءاته. إذا كل هذا حتى في المجال الصناعي والمصانع والشركات الخاصة، التميز مش بس للحكومة، التميز للحكومة وللقطاع الخاص. في القطاع الخاص التميز يعني المنتج اللي أنت بتشتريه إذا كان خالي من المشاكل، خالي من العيوب، إذا كان يصلح للاستخدام، إذا كان بينافس المنتجات اللي حوالينا في المنطقة أو عالميا، وبالتالي بيصدر، بيدخل عملة للبلد، بيزيد العمالة، بيشغل الناس. التميز هو الأساس. لذلك كل الحرص، وأنا شايف الآن في حركة كثير كويسة في الأردن، بأنه يعني الأسبوع الماضي بقرأ في الجريدة بأنه دولة رئيس الوزراء طلب من كل الوزارات أنها تمشي في موضوع التميز وأنها تتقدم للتميز. يعني بطل صار موضوع اختياري. اثنين طلبوا كل التقارير اللي بتطلع، طلبوها من جائزة الملك عبد الله. نعم. كل التقارير اللي بتطلع طلبوها مشان يناقشوها ويدرسوها ويشوفوا وين الخلل. على فكرة جائزة كثير مهمة في الأردن وهي ريادية في المنطقة العربية. نعم. وإذا بتطلعي على مسيرتها في الفترة الماضية أدت إلى كثير من تحسين في المؤسسات الحكومية. في نتيجة التقييم بيطلع عندي تقرير كثير مهم. هذا التقرير بيقول للمؤسسة، مش بالضرورة على فكرة انه يعني المهم انه يكون في عندي ارشاد لهم، فبيقول لهم والله انتم اشتغلتوا كويس هون، كملوا فيه، هون في عندكم نقاط تحسين، حسنوا فيها. الخطورة صدامة انه المؤسسات تسعى للجائزة وليس للتميز، وهذا اللي احنا ما بدنا اياه. الجائزة هي نتيجة، بس الاساس هو ان نسعى للتميز لان مؤمنين فيه، وفي النهاية بتأخذ جائزة أو ما بتأخذ جائزة. صحيح. دكتور، فزتوا في مبادرة للتدريب الذكي، قدمتوا مبادرة في حكومة دبي أو في حكومة دبي للتميز، جائزة حكومة دبي. نعم. للتميز، وفازت في منتدى عالمي. نحكي عن هاي الجائزة وإيش كانت المبادرة؟ تمام. شفت إحنا في إمارة دبي بنشتغل مع المجلس التنفيذي وبنشتغل مع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز. طبعا هو من البرامج المتميزة بشكل كبير جدا في المنطقة العربية وحول العالم. فيعني احنا اشتغلنا معهم على تطوير موضوع التدريب الإلكتروني والذكي، بحيث انه يتاح لحكومة دبي
بيستفيد منه أكثر من 60,000 موظف. فدورنا كان تصميم البرامج التدريبية وإتاحتها لموظفين حكومة دبي. شاركت حكومة دبي بمنتدى المعلومات، منتدى مجتمع المعلومات العالمي، وقدمت هذه المبادرة ضمن مبادرات أخرى، والعالم كله تقدم بمبادراته وفازوا بجائزة حول العالم، وهي جائزة عالمية بتصويت عالمي. فهذا طبعا يعني الواحد بيكون مبسوط فيه، هو إنجاز لنا ولهم وللعالم العربي، لأنه هذه المبادرة هي تدريب ذكي، يعني الموظف يتدرب على التميز من خلال هاتفه الذكي أو من خلال الكمبيوتر. لما تتقدمي فيها وتفوزي فيها من بين يعني فنلندا وألمانيا وبريطانيا والنمسا وأمريكا، معناته يعني في إنجاز كويس، فإحنا فخورين فيه وفخورين في شراكتنا معهم. يعني وإحنا فخورين لأنه هذا بالنهاية إنجاز أردني إحنا بنفتخر فيه دائما. دكتور، لما بنحكي عن التميز في الأداء الحكومي، إحنا تحدثنا أنه يعني بالآخر الانعكاس الأول هو على المواطن، وهو المواطن يعني أهم شيء في رؤية سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، لكن أيضا هو كمان له دور في استقطاب الاستثمارات. قديش مهم وقديش بيكون له دور، أو قديش قدرنا من سنة 2002 خلينا نقول لما بدأت الجائزة، وقلنا قديش الجائزة مهمة، هي مش بس أنه في ناس حصلت عليها السنة وناس السنة الماضية، لكن أيضا هي كان لها انعكاس، وهذا قدرنا نشوفه إحنا بالمؤسسات والوزارات الحكومية بطريقة التعامل بالمعاملة، كيف تمشي المعاملة، السرعة في إنجاز المعاملات. يعني هذا كله كان له دور. يمكن أحيانا السعي للجائزة لكن هذا بيخلي الوزارة أو المؤسسة أنها تطبق معايير الجائزة. قديش كان له دور في استقطاب الاستثمارات من 2002 ل 2016؟ شوف، من أهم نتائج موضوع التميز هو تعظيم الفائدة والاستفادة من الابتكار. يعني الابتكار اليوم أصبح ضرورة في حياتنا، ما فيش شيء ممكن يتم من غير ابتكار. الإبداع والابتكار أصبح من سمات العصر الحديث. الدول، يعني أنا بتكلم مع ناس كثير في القطاع العام، بقول لك إحنا يعني دولة مثلا كحكومة ما بننافس حدا. يعني أنا وزارة صحة، مين بدي أنافس؟ أنا مثلا وزارة عمل، مين بدي أنافس؟ أنا وزارة السياحة، مين بدي أنافس؟ هذا بتغيب شوي عن ذهن الناس بأنه إحنا بننافس. الدولة نفسها بتنافس، وإذا بتشوفي في معايير تنافسية عالمية، يعني اليوم المستثمر لما يجي يقارن ما بين الدول في موضوع مهم جدا، اللي هو مثلا عملية بدء بزنس، عملية بدء عمل. في تقرير دولي بيصنف الدول في العالم وبيقول مين أسرع دولة في تسهيل بدء العمل في العالم. فبيجي بيقول الدولة الدنمارك مثلا رقم واحد، السويد رقم اثنين، دبي رقم أربعة، وهكذا. هذا مؤشرات احنا بنشتغل عليها. التميز هو العمل على، من ضمن التميز انك تحقق التفوق، تحقق الريادة والتنافسية، فبالتالي لابد انك تشتغل عليها. هذا بيأثر على المستثمر لما يجي بيبحث عن أمن وأمان، معناته لازم يكون في تميز في موضوع الأمن والأمان. نعم. بيبحث عن بنية تحتية، مشان إذا لازم يكون عندي تميز في البنية التحتية. بيبحث عن قوة عاملة تشتغل، معناته لازم يكون عندي تميز في التربية والتعليم، ويكون في عندي تميز في التعليم العالي وفي التدريب. بيبحث عن تميز في الإجراءات، معناته لازم يكون عندي سرعة في الإجراءات. فكل هذولا بيساعدوا المستثمر أنه يجي يستثمر عندي. الابتكار الآن كثير مهم أن نفكر اليوم في الأردن. أولا ما بنقدر أن ننافس العالم بدون ما نبتكر. أعطيك مثال بسيط، مبارح العقبة، كإجابة على سؤالك أنه شو استفدنا، منطقة العقبة الاقتصادية منطقة ممتازة وفكرتها حلوة وإلها رؤية ثاقبة، وبنعتقد وكنا نتأمل كلنا في الأردن أنها يعني تأخذ مكانة عالية. أخذت مكانة جيدة ومرموقة، لكن ممكن تأخذ أعلى. اليوم صار عندي أنا مثلا جسر اللي ممكن يربط ما بين السعودية ومصر. هلأ أنا بحاجة إلى أفكار جديدة بحيث أني تريبوزيشن العقبة، بحيث أني أغير، لأنه الدنيا بتتغير حولي. الفكرة اللي أنا بتقدم فيها اليوم بصير في متغيرات حولي، فلا بد اني اضلني اغير فيها. مثال التليفون، لما اخترعوا التليفون الارضي كان اختراع، وكان رقمنا، انا بتذكر يعني واحنا صغار كان رقم تليفوننا في الطفيله 7، يعني بتتصل 7 برد عليك. اليوم صار ارقام كثيره. بعد شوي طلع الموبايل، بعدين الموبايل حتى يتميز صار معه تليفون، صار معه كاميرا، بعدين صار معه اجنده، بعدين صار معه 100 شغله، بطل صار في كمبيوتر. فلازم نضل نتطور. صح. التميز بحث المؤسسات أنها تطور من خدماتها ومنتجاتها بحيث تظلها دائما في المقدمة.
نعم، يعني أنا بدي أشكرك دكتور معن القطمين، خبير في التنمية البشرية، على هاي المعلومات القيمة. إن شاء الله نكون دائما متميزين ونشوف الأردن في مؤشرات العالمية في التميز في الأداء الحكومي. تسلمي. شكرا. شكرا أعزائي، فاصل، متواصلين بفقراتنا، خليكم معنا.